هذا أرخص سخان موجود بالسوق، ما في اسمه سوبر طحانة وشي. أخذت وقتها 45 دولار يمكن، وبعدين اضطريت أبدل الهيتر ماله لأنه كان يعني نوعية تعبانة. هسه الهيتر هذا مفروض إيطالي، هذا الحساس الحرارة ما يشتغل. حاليا السخان شغال والصرف ماله 13.5 أمبير. طبعا هيتر 3000 واط، والحرارة نخليها تقريبا 55 إلى 60، بين 55 و60. وهسه إذا نشوف عزل السخان، يعني هو صوف الزجاج لكن شوفون حرارة 36 أو 36 عفو، حرارة المحيط 32، هنا حرارة 32، هنا 33. فيعني أكو فرق بالحرارة، يعني العزل ماله مو 100% مضبوط. نشوف الحرارة هنا، بس احنا نشوف ايش قد هذا السخان راح يصرف خلال شهر. أنا سويت تجربة، إذا شفتوا فيديو سابق إنه حطينا الانفيرتر الثالث حتى نشغل السخان خارج الشبكة. شلون راح نشغله خارج الشبكة؟ تابعوا الفيديو وشوفوا إيش قد نصرف. مثل ما تشوفون هسه إحنا بغرفة الانفيرترات. طبعاً شنو هنا؟ هذا الانفيرتر مربوط على الوطني فقط. هذني الثنين ما مربوطات على الوطني، هذا الثالث اللي شدينا للسخان وهذا ايضا ما مربوط على الوطني، بس هذا من تجي الوطنية الحمل ماله يروح، يعني على الوطني يتحول. اما هذا لا، البيت مربوط عليه مباشرة يعني. والسخان ايضا، السخان مربوط على هذا مباشرة وما وصول للوطنية. السخان تقريبا خارج الشبكة، يعني ما راح يعني يسحب كهرباء من الشبكة إلا إذا البطارية نزلت جوا 50% واضطر هذا الانفيرتر يشحن. لأن هسه احنا بفصل الخريف يعني الأحمال قليلة، فقررت أخلي إنه الانفيرتر يشحن من الوطني فقط إذا كانت الشحن وصل جوال 50%. طبعا هذا يحول لنا وطني للبيت الأحمال مالته، يعني بالليل إذا جت الوطنية راح يحول وطني للبيت، إضافة إلى مشحن من الشمس. هذا مربوط عليه ألواح وهذا مربوط عليه ألواح، هذا 14 لوح، هذا 8، أما ثالث واحد لحد الآن يعني ما رابط عليه ألواح. هسه راح نشوف بهذا الفيديو يعني استهلاك، انه خلنا صار لنا تقريبا 6 أيام شادين السخان، فهسه حنشوف استهلاك السخان خلال هذه 6 أيام وتقريب الاستهلاك الشهري خلال هذا الشهر 9 والـ10. هسه حاليا نشوف عندنا السخان. سخان شنو؟ عبارة عن خزان ماء معزول ويوجد فيه هيتر او مسخن. هيتر يعمل على الكهرباء، يكون مقاومة كبيرة يعني من 1000 إلى 3000 واط، يعني يسحب من 4 إلى 15 أمبير وجوز أكثر. وجوز أكو سخانات بيها أكثر من هيتر مسخن حسب الحجم وحسب الاستهلاك. طبعا الصرف من السخان على شنو يعتمد؟ يعتمد على 3 شغلات. طبعا حرارة، أو أكثر من 3 شغلات: حرارة الماء الداخل، معدل استهلاك الماء منه، والعزل. حرارة ماء الداخل، معدل استهلاك من السخان، العزل ماء السخان، جودة العزل، ودرجة الحرارة اللي احنا واضعينها بالمحرار. مثل ما شفتوا برا احنا مخليه حاليا 55، وحاليا تقريبا فصل الخريف، يعني الحرارة معتدلة، بعدها بالعشرينات إلى 30ات الصبح نهارا، فأكيد يكون استهلاك بسيط. فأنا من حولته أريد أجرب أنه أشوف أنه قد يصرف السخان،
فحاليا هو العزل ماله مو 100% مضبوط، صوب زجاج، لكن شفنا انه فرق الحرارة 36 والمحيط تقريبا 30 إلى 32 درجة. فهنا بالشتاء يعني حيزيد البرودة برا، فحيزيد برودة الماء الداخل، وحيزيد برودة الجو، فراح يصير خسائر أكبر بالسخان. استهلاك من السخان، وطبعا سخان 160 لتر، استهلاك عائلة من 3 أفراد، يعني أنا وزوجتي وبنتي صغيرة، يعني نقول 2.5 نفر. فهذا الاستهلاك طبعا يختلف، إذا كان عوائل أكبر راح تصرف كميات أكبر من المياه، إذا كان يعني سخان أكبر، إذا الحرارة اللي يخليها أكبر وبرودة الماء اللي داخله إذا كانت بارد فراح يستهلك طاقة أكثر حتى يسخنه. فنجي نشوف استهلاك الطاقة. طبعا المكيفات أيضا نفس الحالة، حسب مساحة الغرفة، عزل الغرفة، شنو اللي شغلات اللي يسويها المكيف. طبعا السخان مثل ما قلنا انه الماء الحار يصعد لي فوق، الماء الحار يصعد لي فوق، والماء البارد يكون لي جوا. هنا الهيتر يكون، وهنا دخول الماء البارد، فالحساس يتحسس انه اكو مي بارد، هنا يشتغل السخان، فالحرارة هنا دائما تكون احر منه. ايضا الغرفة السبلت يكون هنا، وتسخين او اقصد تبريد الغرفة، الحساس الحرارة بالسبلت يكون هنا. فاذا كانت حرارة الغرفة حاطة على 24، فمو يعني انه حرارة هنا حرارة 24، لا، يجوز تحط 24 لكن الحرارة الفعلية هنا توصل الى 16 درجة. اما اذا انت تحطها 16 فما راح يفصل للأبد، يعني ما راح توصل حرارة الغرفة للثمانية، لأن حساس السبلت يكون هنا. فيفضل دائما سبالت انفيرتر، أي سبالت خليها 24، حاليا 26، 28، حسب أنت اللي بيعجبك، فحتى تقلل استهلاك الطاقة. فلأن مكان حساس ما راح يعطي الحرارة الصحيحة اللي موجودة هنا. بعض الأجهزة بيها حساسات بالريموت، ينطي قراءة الريموت حتى تكون مرتاح أكثر. مثل ما شفتوا الغرفة المعزولة، غرفة الانفيرترات حرارة جوا تقريب 15-16، مع العلم أنا حاط السبلت على 24 درجة. فهسه احنا أيضا راح نقارن صرف السبلت خلال شهر ويا صرف الشخص سخان خلال هذا الشهر. تابعوا الفيديو. هسه احنا هنا حتنشوف استهلاك الفعلي للسخان. طبعا حسب ما قسنا خلال اخر 6 ايام، طبعا شديت اني تقريبا 5 العصر هيجي، فكانت بيانات بداية النهار ما موجودة، هذا بالازرق، بالليل متأخر ما ادري يمكن فصل عن الكوميونيكيشن، وطبعا مثل ما تعرفون اليوم هسه حاليا الصبح، فبيانات النهار بعدها ما كملانه، ولا الليل مالها اليوم كملانه. فهذني اخذناهن كمعدل الايام الخمسة الماضية ومليانة هاي الفراغات. فهنا عندنا بهاي الشاشة انه حتصوف معدل الاستهلاك الشهري التخميني 256 وحدة كيلووات. الأيام اللي اشتغلنا بيها هاي 6 أيام راح نقسمها على 3 يعني أوقات النهار، الاستهلاك حسب أوقات النهار. النهار يعني الصباح، النهار أو وجود الشمس اللي هو من الساعة 6 صباحا لحد الساعة 5 الخامسة عصرا، بعدين من الساعة 5 الليل، من الساعة 5 لحد الساعة 12، وعندنا الليل المتأخر من الساعة 12 لحد الساعة 6 الصبح. فكان الفحص هذا على يعني 6 أيام ينطينا شيء تخميني الاستهلاك شهر 9 أو شهر 10 خلينا نقول. فكانت ساعات تشغيل الفعلية 13.4 ساعة، واستهلاك الطاقة الكلي
42 كيلو. طبعا حسبناه انه استهلاك الطاقة الكلي 42 قسمناه على استهلاك السخان هو 3200 واط، 42 على 3.2 يطلع لنا 13.5 ساعة تشغيل فعلي خلال 6 ايام. معدل الاستهلاك خلال هاي الفترة كلها بالساعة هو 0.3 كيلو واط ساعة. نجي على استهلاك النهار خلال آخر 6 ايام، استهلاك النهار وصل 22 كيلو واط، يعني تقريبا اكثر من نص استهلاك، يعني ساعات النهار طويلة عندنا من 6 الصبح لل 5 العصر تقريبا 11 ساعة، فمعدلهن ايضا 0.3 ومشتغل تقريبا 7 ساعات. حاطة بالاخضر لان هذا ضمن فترة تواجد الشمس، وهذا استهلاك حيكون ضمن فترة تواجد الشمس. اما بالليل يعني الليل المبكر عندنا من ساعة 5 لحد ساعة 12 بالليل، فاشتغل لمدة 5.4 ساعة واستهلاك 17.4 كيلوات، المعدل شوي أكثر من النهار 0.4 كيلوات ساعة. أما بالليل المتأخر ففقط على مدار 6 أيام السخان مشتغل ساعة واحدة خلال فترة بين 12 إلى 6 صباحا. طبعا أخذوا بالاعتبار أنه السخان يعني نوعيته أرخص نوعية موجودة بالسوق، البيت يعني 3 أشخاص فقط، يعني إذا كانت عائلة من 5 نفرات أو 6 نفرات راح يكون الاستهلاك أكبر بكثير. طبعا إذا كنا بالشتاء راح يكون الاستهلاك أكبر بكثير. أما استهلاك سبلة الغرفة فتقريبا غرفة الإنفرتر تقريبا نفس هذا الرقم، تقريبا 250 إلى 270 كيلو واط ساعة خلال شهر التاسع. وطبعا بالصيف وصلنا إلى 350 كيلو واط، لأنه يعني الغرفة هي عزلها لا بأس بي، لكن يعني سقفها مو معزول، وأيضا الإنفرترات تولد حرارة فتحتاج تبريد. فأتمنى الفيديو أعجبكم، معلومات عجبتكم، شكرا جزيلا لكم على المتابعة، شكرا جزيلا على دعمكم، نشوفكم في فيديو ثاني، مع السلامة.